السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل لو سمحت يا شيخ، اتفضل. أنا شاب في مقتبل عمري وما معيش فلوس خالص، ومش عارف أتصرف ولا أي حد يسلفني ولا أي حاجة خالص، وحاولت كتير إن أنا أتصرف فلوس عشان أعمل مشروع كده، ومش عارف، مش لاقي أي مخرج. هل يجوز إن أنا أعمل كارت؟ لا يجوز لا يجوز إن أنا أعمل كارت. طبعا. طب سلام. معلش ممكن